يا صباح الورد والفل. هو انا ينفع اعمل دايت وانا حامل؟ ده سؤال سالتهولي مامي جديده من اللي بتابعهم بقالي سنين طويله، وهي اتجوزت وبقت حامل وعايزه تعرف. بصي حبيبتي، دايت بمعنى لو كاربس، بمعنى كيتو دايت، بمعنى نظام لتقليل الوزن، انا ما بفضلش. لكن ايه اللي انا بفضله؟ اللي بفضله ان حياتك تبقى صحيه، وانك لما تزيدي الزياده الطبيعيه اللي يدوبك على قد زياده الحمل اللي دكتورك متابعك فيها وبيقول ان دي الحقيقه. هناكل خضار وهناكل بروتين، هنقلل شويه من الكاربس لكن مش هنمنعها، عشان جسمك محتاج طاقه عشان تقدري تستحملي الحمل الجديد. بتعملي حساب للسعرات زياده عن اللي كنت مديهولك 500 كالوري، وزنك مش هيزيد لكن هيثبت، وكمان الزياده اللي عندك هتبقى يدوبك زياده على قد البيبي. ما تاكليش اي حاجه وخلاص، ما تسمعيش كلام الناس اللي بتقولك انت بتاكلي الاثنين، كلي فرختين وكلي الكلام الكتير ده، لان ده مش صحي، وده هيخلي البيبي بتاعك كمان حالته مش مستقره بسبب ان انت حالتك الصحيه برده مش مستقره. زياده الوزن مش حاجة مفيدة للبيبي ولا ليكي، وكمان تقليل الوزن حاجة مش مفيدة ولا ليكي ولا للبيبي. فخلي بالك، كلي صحي، زيدي الزيادة الطبيعية بس، ثبتي وزنك، ونبقى نشوف مسألة الدايت دي بعد ما تقومي بالسلام. سلام.